ازيكم يا رجاله؟ اشتركوا في قناتكم فيديو جديد. النهارده معانا حلقه جديده من سلسله الدوري المصري. انا عايز اشرح حط اللايك اشترك عشان تشترك. وانا عارف ان انا ما عيدتش عليكم، كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد عليكم. اي نعم احنا بعد العيد اساسا، بس يعني عيد اضحى سعيد عليكم. وانا اسف جدا على الغيبه اللي انا قطعتها دي، فيعني انتوا عارفين بقى العيد بقى وكده. نرجع تاني للبعك باذن الله للدوري المصري. عندنا اول مباراه امام المتصدر بيراميدز باذن الله هنلعبها، بعد كده عندنا اخر مباراه في دور المجموعات في دوري الابطال لازم نلعبها عشان نثبت ان احنا نتاهل، وعندنا امام المركز الثاني الاسماعيلي. فعندنا ثلاث مباريات دعك دعك دعك، واحنا في المركز العاشر في الدوري، فيعني حاجه في منتهى يعني السخافه في الدنيا. فباذن الله هنلعب الثلاث مباريات دول، ربنا يعيننا نقدر نلعب ونتعامل مع الارهاقات. اكيد هيبقى في ارهاقات كتير فنقدر نتعامل باذن الله معاهم. اوكي هنلعب امام بيراميدز باذن الله. بص تشكيلتهم لا يعني فيها المتصدرين، بيراميدز المتصدرين، فلازم نركز لان المباراه تبقى صعبه جدا، انا متاكد من حاجه زي دي. بسم الله نتوجه على طول باذن الله الفوز باذن الله. اوكي يا رجاله ندخل على طول ارضيه الملعب الاهلي امام بيراميدز باذن الله. مباراه للتاريخ لازم نصحصح كده ونفوق. يلا يا رجاله باذن الله. مباراه امام المتصدر، ربنا يستر في المباراه دي. يلا يا رجاله ناصر ماهر ممكن حمدي فتحي، شيكابالا، يلا رمضان شريف تاني، ناصر ماهر من هنا. ناصر جميلة. أول هجمات اللقاء من النادي الأهلي. ناصر ماهر، شيكابالا، محمد شريف، رمضان دي. يا رمضان عليت الباور. يعني مشكلتي برضه. يلا شريف، شيكابالا والنبي يا شيكابالا، هات أمك يا شيكابالا. شيكابالا ضاعت. الونش، شريف. يا شريف حرام عليك يا محمد يا شريف، ليه يا جدع؟ خليك زي الحقيقه وخليك سفاح. شريف ودي رمضان، حط يا رمضان، حرام عليك. شيل على هادي، حلوه. يلا يا لسه. شيكابالا والنبي بنت الكلاب. ناصر ماهر حط، يا الله يا بنت اللذينة. مش راضية تيجي. شريف، علي، معلول، رمضان، ناصر ماهر، يا الله مش راضية تيجي. لا بليز. ايوه الحمد لله. لا ونش يا ولد. يلا والنبي يا شريف. بالفوز على المتصدر اخيرا بالفوز على المتصدر بيراميدز. كده في امل كبير ان احنا نرجع باذن الله، ان شاء الله نرجع للصداره باذن الله. اوكي الاسماعيلي كسب للاسف، يعني الاسماعيلي مركز اول هو بيتعادل مع بيراميدز ب 24 نقطه، فرق كده 6 نقط بيننا وبين الاسماعيلي. فنفوز على الاسماعيلي كمان، الزمالك ممكن يتصدر لكن عادي، يعني هنقدر باذن الله نرجع تاني في الدوري. دوري الابطال برضو مباراه مهمه. اوكي التناغم ضايع لكن باذن الله الفوز امام الفريق ده. نتمنى الفوز. خلينا نغير الطقم، نلعب بالطقم الثالث، اول مره نلعب بالثالث تقريبا، فيا رب ما نبقاش شبه بعضيهم بس. فيلا بينا على طول للقاء اللي بعديه. نرفع على ارضيه الملعب والدنيا الصبح، نمشي الحال. اهم حاجه نلعب لقاء ونحاول نتاهل للدور اللي بعديه، دور 16. نامن بس وضعنا، احنا كده يعني في المركز الثاني لكن متعادلين مع المركز الثالث، مش فاكر كان مين، متعادلين معاه في نفس النقط. فاحنا عايزين ناكد بس الايه التفوق ونصعد للدور اللي بعديه. يلا ولتر، يلا شحات، ولتر، يلا جميله. ادي ديانج، يلا ابو هاني حط يا ولتر. يا الله الحارس شلها. يلا ولتر حط يا ولتر الاول، عالمي يا ابني، والله عالمي يا ولتر بواليا.
عالمي عالمي كل ما اعتمد عليك بلاقيك حقيقي حقيقي جامد. الاهلي 1-0 هو نستحق كده. يا الشحات يا قفشه قفشه بيهدى يلعب لولتر بيستلم بشماله حطاله بشماله عالميه من خارج ال 18. والله عاش الشناوي عاش الشناوي عاش. انا قلت دي جون مؤكد بصراحه، انا قلت دي رايحه جول. اهجات جول اهي، اهجات جول اهجات جول. حسب ايه ده في نفسي؟ ليه يا سعد؟ ليه يا سعد ده؟ هو شاطها خبطت في دماغي، هو شاطها فيا فهي خبطت في دماغي ودخلت في الجول. يعني انا مش السبب وسعد مش السبب يعني، ولا هو اللي شالها. حلوه طار. يلا ولتر يا ولتر. ايه ده ايه ده ايه ده ولتر؟ دي سهله دي قوي. حلوه طاهر طاهر ولتر على هادي. يو عامل ايه تاني؟ عامل ايه تاني في العارضه؟ مش عارف عامل ايه تاني في العارضه، انا مش عارف. اوكي شوط اول 1-1. احنا اخترنا جالنا فرصتين حرفيا مؤكدين من ولتر بوالي، لكن بيضيع سوء حظنا والله. هذا جت في العارضه والثانيه جت بره يعني بره شويه. حلوين. يا ولد يا ولد يا شناوي. لا 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 مش هتيجي تاني مش هتيجي تاني دي يا شناوي، عيب. يلا شحات يلا شحات. طاهر يا طاهر عالمية يا طاهر والله. يلا يا قفشة يلا يا قفشة يا قفشة. جول 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 من قفشة التاني. الاهلي احسن الاهلي احسن وبنسجل التاني. شوف ال 1-2-3 جول 1-2 رجع تاني وبوم ارضية. والله والله صعبة 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 الكرة القفشة. لا والله محمد شريف محمد شريف يحاول. فيها فاول فيها ايه؟ فيها فاول يا حكم واضح يا حكم. بتاعتك دي يا اسامة بتاعتك دي يا اسامة. يا وكانت شمال شوية كانت جول. اسطورة والله يا ايمن يا اشرف بنتأهل على طول للدور اللي بعديه. يا ولد والله بتلوى الروح بتلوى الروح. بنخرج من دور المجموعات ما الباقي هنعمل ايه؟ الباقي هنعمل ايه؟ بس الاهلي كان في نكسه حرفيه. كل ما اعمل سكيب يدكوا، كل ما اعمل سكيب نخسر 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 نتعادل وتلاقينا مركز اول كمان يا حبيبي، تلاقينا مركز اول كمان يا بابا. امام الاسماعيلي امام المتصدر حاليا اتوقع كده تمام. يلا بينا على طول امام الاسماعيلي المتصدر باذن الله نفوز عليه كمان هو كمان المتصدر. اوكي امام المتصدر الاسماعيلي الجزء الثاني بعد ما فزنا على المتصدر بيراميدز 1-0 في الدقيقة 84 من هدف عالمي محمد شريف. فهل يا ترى يتكرر السيناريو ومصطفى محمد بقى هو اللي يعملها المرة دي، ولا هنزل الشريف من على الدكة ويعملها مرة كمان امام الاسماعيلي؟ فيلا بسم الله باذن الله الفوز يعني. يلا 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 رجال يلا رجال يلا رجال يلا يلا مصطفى محمد مصطفى محمد. شيكابالا 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 شيكابالا. حاول والله لك السلية مصطفى محمد. يا الله يا حارس حلوة حلوة حلوة. يلا رمضان يلا رمضان نلعب ثاني. شيكابالا شيكابالا شيكابالا. يا الله السلية ناصر يلعب كرة رمضان رمضان لوحدك خالص. العب يا مصطفى العب يا ناصر العب يا ناصر. هدف يا ناصر والاول يا ناصر. ماهر جول 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 ناصر ماهر في شباك الاسماعيلي في الدقيقه 18. لعبوا رجاله. شوف شوف هنا رمضان محمد شريف ناصر ماهر دخل وبيحطها في الشباك. الحارس شالها لكن دخلت في الشباك الحمد لله. مش قويه مش هي الكره مش قويه لكن حلوه حلوه حلوه. شيكابالا شيكابالا شيكابالا. لا لا ايه ده يا جدع ده ايه شيكابالا ده. يلا يلا هاني مصطفى حط التاني يا مصطفى. مصطفى محمد والتاني والتاني والتاني. شفت الاستلامه هدي عليها وحطها و كنس. استنى لغايه لما هاني طلع وهاني بيلعب سلو او عرضيه ومصطفى محمد بيستلم وحطها له وهو لافف. عاش. ثالث رمضان الثالث رمضان الثالث رمضان ناصر ماهر شيكابالا. يو الثالث راح. يا لو كان الزحلق كان عليا يعني لو كان جه ناحيتي كان ضرب جزاء. اسطوره يا حمدي. يلا مصطفى ناصر 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 ماهر. يعني لازم ده ثالث مباراه على التوالي لازم لازم عرضه. حلوه هوبا. يا واد يا واد يا واد يا جامد يا واد يا جامد يا واد يا جامد يا واد يا جامد. ناصر اوه
والله جميلة يا ناصر. ناصر هو اللي بدأها بص عمال يباصي مع الكل. لا 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 يا ولد يا بدر يا اسطوره يا جدع استنى يا جدع هجمه جميله. لكن ناصر ماهر من اوف ذا ماتش وبنتفوق على المتصدر الثاني للدوري. يلا اللي بعده اللي بعده هات المتصدر اللي بعديه مين؟ الزمالك. هات الزمالك والله بيراميدز زي الوسط حلو فرق اهداف لكن متعادل من نفس النقاط مع نادي الزمالك واحنا جايين من الخلف 4 نقط فرق بينه وبين بيراميدز والزمالك باذن الله هنحققهم ونجيب الدوري باذن الله. فأتوقع ان الدنيا كده بقت كويسة. انا راضي عن نفسي وراضي عن اداء الاهلي وكاس مصر الجولة الجاية امام نادي اسوان باذن الله تبقى مباراة قوية. فبس يا رجالة اتمنى تكونوا الفيديو عجبكم واستمتعتوا بيه. زر اللايك شير كده سبسكرايب كمك محمد نبيل. فمن اللي اشوفكم على خير.